السلام عليكم، صباح الخير، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين لاباس. اليوم جيت نتقطع شي حويجات من ليدل، شفتهم في الكاتالوج ديالهم. ندير واحد الدويره صغيره ونشارك معكم المشتريات البسيطه وفي نفس الوقت كنشوفها مهمه جدا. صافي جيت من ليدل، شريت داكشي اللي قسم الله اللي كنت باغا نشريه. وفي هذا الفيديو بغيت نشارك معكم كذلك الادوات المدرسيه بمناسبه الدخول المدرسي اللي عنده الدراري، عنده الاطفال، افكار هكا ومنظمات، ونشارك معكم السيستم هنايا ديال المدرسه كيفاش كيكون كيفاش. المهم بقاو معايا في الفيديو غادي تشوفوا. دونك خديت لها هاد كي كنقولوا حنايا اللي كيجي فوق البيرو، فوق البيرو كي بروتيجي البيرو من لي فوتر، من الاستيلاوات، ما كيتخبشوش. كانوا فيهم بزاف اللي دل كما شفتوا كما صورت لكم، راه كانوا فيهم بزاف ديال لي ديبوخو ديال الديناصوريه ولا ديال الخريطه. خديت لها هذه ديال لا طاب دي ملتيبليكاسيون، وفيها هنايا واحد اللعيبه باش مثلا شي نوت امبورطون نديروها هنايا. خديت هاد لي زيتيكيت اديسيف، هادو زوينين، كيجيو فيهم 10 جو كخوا و دياس اوخاس اديسيفاس 10، وهاد بهاد لي مينياتور وهاد الديكوراسيون نقربو لكم.
مزيون يعني داروا في الدفاتير دير عليهم الاسم ديالها. واخا انا خديت واحد اللعيبه جد مهمه غادي نشاركها معكم دابا بالنسبه للزيتيكات كل ما يخص بالزيتيكات. هذه خديت استيلاوات، هادو استيلاوات كيطلبوهم البنيته في المدرسه، كان خاصها الزرق وانا خديت الكحل لان محتاجه الكحل والزرق عاوتاني. هادو شنو هي شنو هاد الاستيلاوات؟ هما بورابلي، عندهم واحد سبيسيال، هما بحال كيكتبوا بحال الجل، بحال الجل، والا خطات مثلا في شي كلمه كتمسحيها بلا ما كتوسخي الدفتر ديالك. كيجيو الثمن جد مناسب لان غير واحد في المكتبه كيدير 2 اورو وهادو 4 ب 2 اورو. دابا نشوف كيف دايره لا كاليتي ديالهم، ولكن كنشوفهم جد مهمين للناس اللي عندهم الدراري الصغار في المدرسه، هادو كيصلحوا بزاف وانيقين في الكتبه، كتجي الكتبه زوينه. وخديت لاجوندا ديالي، كانت خاصاني اجوندا ديال 2021، كتبدا من اغسطس، كتبدا من شهر 8 وغتسالي حتى في ديسمبر 2021. نوريها لكم كي دايره. هانتوما هنايا لا بريزونطاسيون، كيجيو هنايا اللي عجبني فيها ان كيجيو فيها كل نهار كيجيك واحد الواحد لافراز بوزيتيف كل نهار ديفيرونت. هانتوما و فيها كيجيو فيها لا ديسيف لي زيتيكيت، مثلا شي هادو زويونين، هادو نزوقو بهم لا روسيت ولا ننظمو بهم. هانتوما و كيجي فيها نوريكم، كيجي فيها الكالندري ديال العام. وهنايا عجبتني فيها هاد اللعيبه، عجبتني فيها هاد اللعيبه لي ليكتور فافوري هنايا، وهنايا نشوف عيد ميلاد لا الافلام. هنا الافلام مثلا بغيتي تشوفي شي سيري في نتفليكس ولا ما غاديش تعقلي عليها تكتبيها هنايا. و هنا كيجي عيد الميلاد، ها هو عيد الميلاد ديال لا فامي كتسجليه باش تعقلي عليه. وكيجي جوج ديال ماركا باخيناس، فيها جوج، وفي هاد اللعيبه نخبعوا هنايا ماركا باخيناس ولا شي حاجه امبورطونط هنايا. وطابادورا يعني عينو نشدها عندها هكا، فين ما مشيت نهزها معايا في الصويك ديالي، كتعجبني زويونه زوينه عمليه بزاف. وخديت هاد الارشيفادوريس ديال لورغانيزاسيون اللي كنشوفهم مهمين مهمين في البيت، ماشي غير الدراري اللي كيقراو ولا الناس اللي كتقرا. هانتوما كيجيو بلاستيفيكي هنايا، وهنايا نقدروا نديرو لاتيكات. دونك كيجيو على هاد الشكل، هانتوما نقدروا نخبعوا كاع الوثائق المهمه ديالنا ديال الدار، الفاكتورات، اي حاجه بشكل منظم، ماشي في كل مجر في الدار عندنا فاكتوره وما عارفين فين راها، الفاكتوره ديال الضو، الفاكتوره ديال الماء، الفاكتوره ديال طبيب السنان، الواحد ما كيعرفش. واللي عجبني فيه انهم كيجيو فيها هاد الالفابي وكتكوني كل حاجه الشهور عفوا، و كديريهم هنايا كتيكيتيهم هنايا. شتو كيجيو على هاد الشكل. مثلا بغيت لي فاكتور ديال شهر 7 نمشي هنا ونجبد كلشي، لي فاكتور ديال شهر 12 نمشي هنا ونجبد، كيجي بشكل منظم. كيجيو جوج، واحد غادي نديرو الوثائق ديالي وديال الزوج ديالي ديال الاسره، وهادو نديرو فيها لي فاكتور. كيجيو جوج كاربيطات، صراحه الثمن مناسب جدا، ونديروهم في هنايا في بلاصه في الدار، يعني كتعرفي بان هنايا كاين الوثائق وهنا كاين الفاكتورات. واللي دل مشيت على هاد الماكينه العجيبه اللي سميتها ديال برودر، هادي غندير معكم انبوكسين ديالها شحال، وانا باغا كنت باغا نطلبها الامازون. غادي نخلي لكم اللينك ديالها في امازون لتحت في قناه صندوق الوصف اللي بغى يطلبها، وكذلك لي كارتوش ديالها بواحد الثمن جد جد مناسب، يعني رخيص، لان الثمن ديال دوك لي كارتوش كيدير 10 اورو، ولكن في الي اكسبريس
كومباتيبل مع هاد الماكينه وكيجيو رخاص رخاص يمكن 2.50 €. تشريو الالوان اللي بغيتو ولي ديكوراسيون اللي بغيتو يعني جد مناسب. والماكينه كتجي على هذا الشكل، نوريكم هنايا ها نتوما، وهنايا كيشرحوا لك كل شيء لاش كتصلح. دونك دابا نديرها معاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله باش ننظم المجر ديالي ديال العطريه. بغيت نصاوبو بطريقه انيقه وغادي نشاركو معاكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. دونك الماكينه كتجي على هاد الشكل، هانتوما كتجي على هاد الشكل ها، كنحلوها من هنا. كيجيو فيها 6 ديال الحجرات، نتمنى يكون كيبان مزيان. كيجيو فيها 6 الحجرات اللي كنديروهم هنايا، وهذه هي السينتا ديالهم. كي كنا كنقولوا حنايا الكاسيت، كيفكروني غير بلي كاسيت، كتعقلوا عليهم؟ وهما هادو الشباب ما غاديش يكون كيعقل عليهم لانهم ما عرفوهمش، ولكن حنا الناس الكبيره حنا الناس القدام عقلنا عليهم. كيجيو هنايا، نحيدوها من البلاستيك ونديرها هنا. دونك غادي نجربها معكم في الفيديو الجاي ونوريكم. كتجي على هذا الشكل، غادي نشدها هكا. دونك هنايا كيجيو فيها بزاف، كتجي بالكتيب ديالها بطبيعه الحال اللي كيوريك طريقه الاستعمال. انا عندي بعض المعلومات عليها مفوق اش وانا باغاها. هي منظمه عجيبه، ماشي غير في المنزل، حتى في الاعمال ديالي وديال الزوج ديالي والبنيته في المدرسه، حتى هي الاتيكيتي والدفاتير والاقلام والكومباس، بزاف د المسائل بغيت نستعمل فيها هاد الماكينه هذه العجيبه. في الليدل جابوها كدير 25 €، ولكن في امازون غنخلي لكم اللينك ديالها في امازون، كطيح رخص حيت انا كنت بغيتها دابا ماشي عاد نستنى عليها سيمانه. اللي مهتم بالامر نخلي له اللينك ويطلبها، وحتى لي كارتوش غنخلي لكم اللينك باش غير تبينتيو عليها تبان لكم كيفاش تطلبوها. دونك هي هذه عجباتني بزاف، شحال وانا كنستناها من العام اللي فات، كنت باغا ناخذها العام اللي فات، ولكن فاش مشيت ما كانوش، ما لقيتهمش، كانوا تسالاو وجابوهم اليوم وانا طلعت نجيبهم. ودابا غادي نوريكم، نتقاسم معكم الادوات المدرسيه اللي خديت للبنيته ديالي، وبعض الافكار يعني نصائح في الدفاتر والمسائل. وحاجه مهمه في الماكينه، ان فاش خديتها كيعطيوك عامين ديال الكارانتي فيها، عامين ديال الكارانتيه، وشهر 30 يوم باش تجربيها واش كتخدم مزيان، واش كتامبريمي مزيان، واش ما كتبلوكاش، واش كيفاش داير الاستعمال ديالها. اي فايو فيها ترجعيها لهم بالتيكي ديال الكومبرا، كترجعيها لهم بدون مشاكل، يبدلوها لك ولا يرجعوا لك فلوسك. نتقاسم معكم الادوات المدرسيه اللي طلبوا لهم هاد العام، مختلف عندها هي تطلع القسم الخامس، مختلف علاش؟ لان اولا ما غاديش نشريو الكتوبه، المكتوبه الوحيده اللي غادي نشريو هما ديال الانجليزيه والفرنسيه اللي طلبوا لهم هادو الروفتوب اكتيفيتي وغاليبات ديال الفرنسيه. علاش؟ لان غادي يستعملوا لا تابلت، غادي يعطيوهم لا تابلت، قال لك موديلو سامسونج طامب اللي عنده 32 جيجا ديال الديسك دور، ديال الكاباسيتي ديال الديسك دور. دونك حنا غادي ناخدوها من المدرسه اللي عندها في الدار، كتستعملها في الدار، ما غاديش نخلطوا المسائل. خصنا غير نخلصوا 35 € ديال لا ليسونس ديال هاد الطابليت، وكنعطيو عاوتاني 5 € للمدرسه باش كيعطيوهم الفوتوكوبي وباش كيبقاو يصيفطوا لهم لي بابيي امبريميبل مثلا ديال المات ولا ديال اي شعبه. دونك شنو كنديروا حنايا فاش كناخذوا اللائحه ديال الادوات المدرسيه؟ كنمشيو كنشوفو اللي عندها في الدار واللي عندها زايد واللي عندها دوبل، ما غاديش نشريوه. دونك كنبقاو كنشطبو على اي حاجه عندها في الدار، كنشريو اللي ما خاصهاش. مثلا لي فوتخ وهادو كنديروهم لها في واحد، هانتوما هادو ما شريناهمش مثلا ديال العام اللي فات، هانتوما ماركين لان في المدرسه كيتخلطوا الادوات مع بعضياتهم، ماشي كيدير شي. دونك كيماركيو كل واحد الادوات ديالو. لي تروس هادي عندها من العام اللي فات،
عندها من العام اللي فات هذه ديال الشانتي مال كتحمق عليها مع المحفظه ديالها، وعندها هذه ديال واحد الرسوم اخر ما بقيتش عاقله عليه دابا مشى ليا من البال، ولكن دائما كنفرحوها باتروش جديده حيت طلبوا لها ثلاثه ديال السلاسل. شنو كنديروا في الجهه نظماتهم هي راسها، قالت لك ماما هذه ندير فيها الملونات، هانتوما هادو هي شريناهم جداد، هادو فيهم الكومباس، الكومباس عادي شريناهم من اوشان راه فيها الكامبو فيها الادوات رخاص، مقص، و هادو سميتو اللصاق ديال اوهو، وكيطلبوا لهم كيطلبوا لهم واحد اليو اس بي، اليو اس بي كي كاباسيتات بيدين انا نقول 8 خيغا كيطلبوا في الكاباسيتات. دونك هذا عندها من العام اللي فات، هو عندها بنتي تبارك الله عليها كتحافظ على الادوات ديالها ما كتضيعهمش وما كتهرسهمش. وهنايا خلاص خلينا لها الضروريات، ها نتوما الفلتر كحل طلبوا لها، الستيلو زرق هادو بورابلي هادو بثلاثه الاحمر حتى هو كيمسح فاش كتخطئي كتمسحي من هنا من هاد الرويصه، جوج اقلام رصاص جداد، لا غوم بطبيعه الحال جوج حيت طالبين لها جوج، والمنجره هاد المنجره راه دايه معاها سنوات، عندها وحده في الدار وحده في المدرسه، وواحد الروتولادور كي كنقولوا حنايا فلوريسينتي هاد، يعني الضروريات اللي تحتاج للمدرسه ديالها. اون بتيت كالكولاتريس راه دايه معاها عامين ولا 3 سنين من الثالث سولار، ايه ما كتخدمش بالحجره. هادو راه دائما ضروري حتى هما من السنه الفايته، يعني الادوات اللي كيكونوا مازالين جداد علاش غادي نضيعوهم ونشريو وحدين وحدين اخرين جداد. ها نتوما بطبيعه الحال ماركين بالاسم ديالها، دابا هاد العام غادي نزيد لها لي زيتيكيت، راني شريت الماكينه. الديكسيونير حتى هو كيطلبوهم لهم اسبانيول، راه ماركي بالسميه ديالها من العام اللي فات. وكفكره اخرى الدفاتر من الاحسن الدراري، من الاحسن الدراري الصغار يكونوا طابادوره. علاش طابادوره؟ هي هذاك الغشاء قاصح. علاش؟ لان فاش كيكونوا كيديروا التمارين ديالهم في الدار كيتكرفسوا لهم الدفاتر من هنا، كيتعوجوا كيتتناو، ولا طاحت الشتاء ولا في المحفظه ولا دغيا كي هادو هاد الطابادوره كيبقى الدفتر صحيح ونظيف. ها نتوما راه ماركات هي دارت راسها الاسم ديالها، واي اي الماده الماده كيديروها على حساب الكولور، مثلا المات في الزرق من العام اللي فات سي وهنايا هاد لي زيتيكيت زوينين بيرسوناليزي بواحد لي ميساج بوزيتيف، يعني تقراهم يتبدل لها لا فيسيون الا كانت معصبه ولا ناتوراليس. انا شريت لها هاد العام كلهم طابادورا باش ما يتكرفسولهاش ويبقاو محافظين على الدفاتر. عندهم سبعه ديال المادات، ها نتوما سبعه ديال المادات، وعندهم البلوك بويا بوناري ستوري، عندهم البلوك ديال ديبوخو هذا ديال ارتي، ها هي ديال ارتي فين كيرسموا هنايا، كان عندهم حتى العام اللي فات عندهم ماده هذه رئيسيه. وطلبوا لهم واحد كارتا باسيون، حنا خدينا لها هذا كيجي هكا. هما الا بغيتي تشري الباكيات بوحدهم، الوراق بوحدهم، والاخشيفادور بوحدو، انا خديتو هذا كيجي جاهز حسن وكيتشد هكا، ثمن جد مناسب. وكفكره هي عندها مثلا لا تروس فاش تديها للدار، فاش تديها عفوا للمدرسه مثلا، الا نسات شي حاجه ولا، دائما خصنا يكون عندنا في الدار الادوات باش هي تخدم. ها نتوما عندها هنا الملونات ولي فوتر، عندها هنا بلاستيلينا ديال العام اللي فات، هذه بين قوسين تبقى لها هنا، وعندها قولوها كي وعندها هاد لورغانيزاتور هذا هنايا كندير لها دائما انا. ها نتوما دايره هنايا فلوريسينتس بالالوان، عندها هنايا عندها هنا المنجره باش تخدم بها هنا لي فوتر، وهادو لي فوتر الرويس ديالهم صغيور حتى هادو راه ديال العام اللي فات،
غزالين جداد وكيكتبوا كاملين. انا جمعتهم هنا نظمتهم لها على العام اللي فات. المسطرات ديال الدار، ستيلاوات ديال الدار، المنجرات، ليغوم، يعني باش في الدار يكون عندها الماتيريال ديالها كامل. والمدرسه الا نسات لا تروس راه بطبيعه الحال يبقى في المدرسه. كيديو الادوات كاملين في هذه الكرتونه، كيطلبوا لهم كرتونه النهار الاول ديال المدرسه بطبيعه الحال مع المحفظه ديالها، كتدي كلشي الماتيريال باش كيبقى تما. هذه ديال العام اللي فات، عاد غادي نشري لها تيكت اخرى نلصقها لهنا ندير لها القسم الخامس. كيبقاو العام كامل تما كدير فيها الادوات ديالها، فاش كيساليو الدرس كيحشيو كلشي الادوات ديالهم تما باش ما كيتلفو لهمش. دونك باقي لها هذا الماتيريال اخيانيكو دابا مع الكوفيد، وهذا طلبوا لهم واحد البوطي ديال الخابون ديال اليدين، وطلبوا لهم بوطي ديال الميديو ليترو ديال الخل هيدرو الكوليكو باش ديزينفكتي لي مان، وطلبوا لهم الرويو ديال الكاغيط ديال الكوزينه، وبكيه ديال الطوايطاس اوميداس، والبوطيه د اوار عندها من العام اللي فات. هذه هذا ماتيريال اجباري خصهم يديوه في اول السنه، الايجيانيك يعني ايجيانيك للنظافه والمسائل. هذا الشيء حتى نهار دخلوا الدخول عندهم نهار 15 خصها تدي اكومباني هاد الادوات، تدي هاد الماتيريال ايجيانيك. وهذا كنت باغا نتقاسم معكم الماتيريال بين قوسين باش تعرفوا الفكره هنايا كيفاش. راه كنظن في جميع البلايص راه نفس الشيء نفس السيستم، غير هنا كيختلف شويه، يبداو يخدموا بلا طابليت وهكا. وخلاص هما البدله المدرسيه ما كيحتاجوش الحوايج، هذه زعما كنشوفها فكره رائعه. كيكونوا كاع الدراري الصغار باليونيفورم واحد للمدرسه، لا فرق، ماشي هذا لابس هذا وهذا لابس ماركه، والمسكين مسكين كيبقى كيشوف. هنا كلشي كيف سواسيه. دونك اليونيفورم كتجي على عباره عن شاندال بالفيستا ديالو، شاندال بالفيستا ديالو، كيكون اللوغو ديال المدرسه ديالهم. طبيعه الحال التيشيرت حتى هو حنا كناخذوا لها خمسه باش، لان من اثنين حتى للجمعه، لان في ايام المدرسه كيوسخوا كيطيحوا كيمانجيو كي، من الاحسن صوفيت مال كل نهار من الاحسن. ودابا غيدخلوا 15 سبتمبر، هنا تكون مازال الحراره. دونك كيكون السروال قصير، هانتوما كاينين الشورطات وكاينين سراول طوال في الشتاء. دونك غادي يبداو بالشورطات السراول القصيره، وبطبيعه الحال السبردين انا دائما كناخذ لها جوج باش كتبدل فيهم، لان هذه اللي كنت شاركتها معكم سكيتشر، وهذه خديتها لها من ديكاتلون، عجبتني زوينه صافيه، ليميتاسيون ديال نايك، ما عرفوش شاركتها معكم ولا لا. المهم ثمن مناسب وتنوع بهم المدرسه. ودائما راه ليزونيفورم عندنا حنايا حوانت خاصه، كل مدرسه عندها حانوت خاصه باليونيفورم ديالها، كتبيع من تبارك الله من التحضيري حتى القسم السادس. وبهذا الفيديو كيجي على النهايه ديالو، نخليكم في امان الله، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، شاركوه وتقاسموه مع الاصدقاء والاحباب. وبهذا نقول لكم مع السلامة.